حديث البلد مع جيني إسبر. ميرسي، اهلا وسهلا فيكم. انا كثير مبسوطه انه اليوم معكم. ونحن كمان كنا منتظرين طلتك معنا بحديث البلد. بدي اسالك، حاسب الامان اكثر هلا بما انه عندك كل قوى الامن حدك النسائيه؟ كل هالجمال والقوى الامن اكيد بدي حاسب الامان كثير وبيناتكم، فطبيعي. اهلا وسهلا فيك جيني إسبر. انت نجمه سوريه معروفه بعفويتك وهضامتك وبادوارك اللافته من اكثر من 8 سنين، بعد ما شاركتي بعدد من المسلسلات مثل مرايا، حاجز الصمت، سقف العالم، خيوط في الهواء، وصبايا باجزائه الخمسه. وانت ضيفتنا الليله لنحكي عن اعمالك الجديده لرمضان المقبل، ولحتى توضحي بعض التصريحات اللي اسيء يمكن فهمها او اثارت التباس مؤخرا. جيني، قلتي لنا انه الناس رح يتفاجئوا فيك برمضان بهدول المسلسلين خواتم وبواب الريح. أيه. شو اللي رح يفاجئهم بالتحديد؟ هلا اول شيء بواب الريح هي اول دخول الي للبيئه، مسلسل بيئة دمشقية، يعني بيئة شامية. ايه فأول مرة رح يشوفوني بنت بيئة شامية. هن متعودين على ميديا شخصية صبايا، فهذا يعني الأوبوزيت تماما يعني عن يعني شخصيتي بصبايا، بتطبخ وبتمسح ويعني مختلفة راسي وسيدي، يعني مختلفة تماما عن صبايا. كنت شوي خايفة بالبداية، بس بعدين حسيت حالي عن جد أنا خلص شامية من جدود زمان يعني. شامية عتيقة، عتيقة مع الشامية على تمك هون حلوة كثير. شاري العينك اليوم ممنوع اي تحرش، اوكي، من قبل ميشيل. هيدا يعني بالنسبه لبواب الريح، ما هيك؟ ايه اكيد. هلا خواتم مسلسل اجتماعي، هو شخصيه مركبه، كمان في صبايا كثير، بس طبعا هون بقصه اجتماعيه دراميه مؤثره، وشخصيتي مركبه يعني. وقالوا قوى الامن دخل فيها. لكن اكيد يعني بدونه نحن ما فينا. لا بهيدي الشخصيه بالذات، لانه طبعا هلا هي بلحظه بنلاقيها انه بنت طيبه كثير وعم تحاول انه ترجع لطيبتها، تسترجع طيبتها، وبنفس الوقت بنلاقيها احيانا قمه بالشر، بس يعني بالنهايه هي وحده من الصبايا اللي عم يشتغلوا بالنصب والاحتيال لشبكه معينه من شبكات هي موظفة بنك وبتعمل تبييض اموال. طبعا هي بتشتغل تبييض اموال اكيد. جيني، انت مواليد اوكرانيا، كنت عارف ميشيل خيك عايش باوكرانيا، ما هيك؟ خيي هلا راح ابني لعنده، لا خيي بين اوكرانيا وموسكو، يعني بكييف وموسكو، هلا ابني راح لعنده. اهلا وسهلا، شرفتونا. يعني هلا بدي اعرف وين ضاغطه اكثر، بلبنان، باوكرانيا، بسوريا، وين علقانة اكثر حالي يعني؟ والله هلا بما انه الازمه بكل اقصى العالم وين ما رحت فيعني موجودة بكل يعني اليوم انت يعني طايلتك من ثلاث جهات. الحمد جاني. لله بعد نحن بس ما طلناكي. لا انتو بقلبي، خلي لي يعني. بدي اقول لانه عندها قرابة هونيك، لانه هي من والد سوري وام اوكرانية، مزبوط. بعمر 16 سنة حتى رجعتوا على الليتية بسوريا. اليوم في مثلا عندكم اهالي هونيك بيشغل بالكم عليهم، عم بيضطروا يزيحوا من محلهم، بيضطروا يزيحوا من بيوتهم؟ هلا بصراحة ما وصلت لهالمواصيل، بس اخي موجود هنيك مع زوجته، بس يعني ان شاء الله لاقى يعني. هي وهو حاليا بمدينه شوي بعيده عن المشاكل، بس ان شاء الله انه تمر على خير. بس بكيف كانت، بكيف كانت قويه كثير القصه. ايه كانت خطيره يعني، وصلوا على المكتب لعند خيي، قال لي خيي تحت المكتب صاروا يعني خافوا يعني. الله يجينا من هالازمات. أنا مجال الحديث عن الاشياء المتوتره، بس كمان بدي الفت الانتباه انه على طول وقت بتكون الزواج بين امراه او رجل من اوروبا من الغرب هيدي بتطلع مع رجل لبناني او سوري، بتطلع الكومبينيزون، بيطلع البرودكت شخصيه كثير حلوه. حلوه، 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 ح
كثير من كلمات يعني عن جد نحن عندنا اكبر مثال عن جد اسم الله عليك يعني جاني. جاني مثل ما قلنا رجعتي بعمر 16 سنه على اللاذقيه بسوريا وفيها انتخبتي ملكه جمال الساحل على كفالتي والجبل وال ودرستي بكليه الرياضه ولاحقا حصلتي على ماجستير بالتغذيه من فنلندا عبر المراسله. جاني تعلمتي العربي باللاذقيه يعني جيتي ما بتعرفي؟ لا ابدا ما بعرف عربي ابدا. لادقاني لا لا قولهم وهيك بيحكوا باللاذقيه باللاذقيه. ما هلا بدنا نسالك على كل حال على الفرق لانه بس نزلتي على دمشق للعمل بعرض الازياء بتقولي كان اهون عليك تتعلمي العربي باللاذقيه من انك تتعلمي اللهجه الشاميه. طبعا الشاميه هو بصراحه صار معي شغله انه انا تعلمت اللهجه اللادقانيه وبتعرفوا اللادقانيه هلا اليوم هلا شو عم تحكينا باي لهجه؟ هلا البيضه البيضه البيضه. طيب بدها تقولي لنا مثلا هلا الفرق بين اللهجتين يعني بدك تقولي مثلا جمله باللادقاني وبتقولي لي مثلا بالشامي وقديش بتفرق عن بعضها؟ هو اللادقاني قريب لللبناني؟ لا يعني هو ما في كثير قريب قريب. هلا باللادقيه بمطوا شوي يعني هلا حتى باللاذقيه بقلب اللاذقيه في لهجات. يعني انا فيني لكم شغله هلا بقلب بيتي في اربع لهجات. هلا ماما بتحكي مكسر خبيبتي يا عيني روخي هي. هلا اخي بيحكي لادقاني اي 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 اختي النجمه كيفك ولو لادقاني. هلا بابا بيحكي انه لهجه مثلي يعني لهجه شاميه فانه طبيعي يعني ما فيني ما فيني اقول. بس كمان مو شامي شامي اللي هو شامي القديم اللي فيه يعني فيه شوي كمان انه هيك مطة وفي هيك يعني مثل ما بيقولوا فخامة بالحكي مثل ما بنشوفه بالبيئة بالبيئة الشامية بالبيئة أكيد هو بالبيئة الشامية بشكل عام بيحكوا الناس بالحارات الأساسية حارات الشام يعني. ايه والله ما بكون رجال. أيوة هي على سيرة الشام أغنية وتحية من بيروت للشام. الله دمشق واللاذقيه بس بعتقد الليله دوبلت المحبه. شو دوبلت؟ ضربيهم بعشره. جاني قد ايه حلو اسم جاني. اوكي وعدم انتقاص من الاسامي الاخرى بس صحيح انه على لحظه كنت راح يكون اسمك وديعه. ايه مضبوط. حاطينك بالبنك؟ لا مو هيك بس انا ستي الله يرحمها بحبها كثير. الله يرحمها. بابا اجى من روسيا مع ماما فطلعت فيه قالت لي شحاري متجبس وحدة أجنباوي وبدك تسمي ابنتك أجنباوي؟ لا والله لا تسميها وديعة. قام إجا بابا قال إنه حرام عليكم يعني إنه يعني البنت صغيرة بكرة إنه شو بدنا ننادي لها دادو مثلا إنه دادو إسر؟ لا إنه خلص نسميها. قال لا والله لا تسميها وديعة شيلك حطك شيلك. آخر شيء رضيت إنه يسجلوني باسم عمتي فعمتي اسمها جورجينا. جورجينا فانا سموني بالجواز السوري جورجينا وبالجواز الاوكراني ضليت جاني فمشان هيك اسمي جورجينا وجاني فاللي بتحبوه. يعني المهم زمطتي من وديعه. ايه مع كل محبتنا للي اسمهم وديعه بس انه الاسم قديم يعني شوي. قديم شوي كثير يعني. قديم وبعدين كيف بدنا جاني بتذكرنا بتتذكري على ايامنا كيف جاني اللي تعمل هيك تعمل هيك او ساحره. ايه عن جد شو بتعمل بوتش في جاني لا جاني هيدي هيك كانت وبتربط شعرها هيك لفوق اشقر بتعمل هيك بتختفي. سامانتا كانت سامانتا كريم يا رب. جاني من فترة شاركتي بالمسلسل اللبناني خيوط في الهواء ومؤخرا صرحت أنه الدراما اللبنانية ما انتشرت عربيا إلا بعد مشاركة ممثلين سوريين ومصريين فيها وهالتصريح أثار ردود فعل كتير كبيرة عليك. يعني ما شاء الله شو حقيقة اللي قلتي؟ يعني ما شاء الله شو بيحبوا عنا المواقع الفاينة بصراحة. يعني أنا صار لي أربع سنين بحكي قديش الدراما اللبنانية دراما مهمة وقديش فيها ناس مهمين وشاركت فيها يعني. وانا شاركت بالدراما اللبنانيه. انا كل شيء اللي حكيت كنا بلقاء صحفي بلقاء اذاعي بالاحرى انه الدراما اللبنانيه كانت نوعا ما دراما محليه
واللي ساعد بانتشار دخول السوريين والمصريين فعلا على الدراما اللبنانيه. فما بتصور انه انا ببيع اكثر يعني صار بيكون يعني في سوري وسعودي ومصري فان عربي. لا نحن حكينا وقتها كنا عم نحكي مو ما عم نحكي عن الدراما اللبنانيه، كنا عم نحكي على المسلسلات المشتركه اللي قديش عم تنتشر، وبالفعل المسلسلات المشتركه صارت مشاهده اكثر حتى من المسلسلات السوريه وحتى من المسلسلات المصريه، لانه هي عم تعمل استقطاب كبير بمشاهدين بكل الوطن العربي بتماهوا مع كلهم. يعني فبتصور يعني لو الدراما اللبنانيه دراما ضعيفه ما كانت انتشرت حتى لو دخلوا عليها سوريين ولا حتى ناس من هوليوود اذا دخلوا، لو كانت مانا دراما بتستاهل انه تكون منتشره وموجوده على القنوات ما كان الناس شافوها. ورجعت قلت كمان بتصريح انه انا مثلا تابعت اجيال وكان صار اكيد انا تابعت كثير مسلسلات في ساره من قبلهم يعني طبعا رح بيسعدنا انه على الام تي في يعني هدول المسلسلات اكيد كمان حتى هلا في كذا مسلسل عم تابع وكثير حبيت مسلسل حلوه وكذابه وبارك لكم يعني مسلسل عن جد كمان ناس كثير شافوه حبوه خفيف الظل ومهضوم كثير ايه اكيد. جيني سنه 2007 تزوجت من المنتج عماد تحيه واليوم عندك سندي اللي عمرها 10 اشهر بس مزبوط. وعم نشوف صورتها على البلازما قدامنا رح نشوفها الله يخليها اسم الله اسم الله عليها. جيني شو قصه اغنيه حلو تمتومه؟ هي باللاتاني ولا بالشامي؟ والله هو بالميكس صراحه لانه هي يعني كنت هيك قاعده كنت انا ولدتها بامريكا فكنت تعبانه كثير بالليل وكل مره عم تطلع علي وما بعرف شو بدي غني لها يعني شي غني لها روسي شي غني لها اوكراني شي غني لها سوري فاخر شيء طلعت معي غنيه يعني انه قلت لها منخوره حلو منخوره للبنوت الحلوه صغنطوره بدها تغني بدها ترقص بدها تصير كتير أمورة عيونا اللي مثل اللوزة نظرة واحدة بتطق جوزة بدها ترمش وبدها تغمز ويلحقوها الكل عالدوسة تمتومة تمتومة مثل حبة السمسومة بدها تضحك وتتبسم ويقولوا لا شو مهضومة اغنية كاملة متكاملة مع موسيقى وعلى الوزن يعني مضبوط. هلا ما زالك انت يعني هلا قلت انه كنت تغني لها بالروسي قولي لنا شوي شو كنت تقولي لها بالروسي مثلا شي غنية هيك للبيبيات بالروسي لأن ليك هالبيبي يا حرام بدونيهم خسيبة دني ودنيل سبيلي دوم شالو لالولا وكروك نيوت سبيلي أليهي أو راسكريتا باكنا شالو لالولا سيديلا مالينكا يا ميري حلوين كلماتها وميري كاري غلازا شالو لالولا وميري دليني رسنيتسي وميري روسا يا كاسا شالو لالولا وميري سلافنا يا بيفيتسا شو معناتها هيك باختصار يعني شو بتقول؟ انا عجبوا الكلمات لها هلا هي عم تحكي عن وصف بنوته كمان انه قاعده انه وصفه لإلها انه قديش عيونها حلوين ورموشها حلوين وبتغني حلوه ايه كل شيء مع ترجم مع سب تايتل مع سب تايتل ومصدقه من قوى الامن اللي من الرقابه من الرقابه. جاني اليوم عم بتعيشي متنقله بين اكثر من بلد، نحن نتمنى من خلالك الاستقرار والسلام لا سوريا ولا لبنان ولا اوكرانيا ان شاء الله الله راد واكيد رح نتابعك بخواتم وابواب الريح برمضان الجاي بس بعد ما خلصتي معنا لانه عندنا بعد انترفيو سريع لك جاني اسبر وانترفيو شي مره اوكي شي مره بس شي مره عن جد نعوى اسمك على الغنيه بس مره بس مره الله يخليك شي مره انغرمتي بشخص اصغر منك؟ لا ما صارت هلا الليله فيك تبلش لانه هلا صار خلص الطعش هلا بلش بالعشرينات ميشيل خلص الطعج شي مره فكرتي بالانتحار؟ ايه الكل بيمرق عليه هيك قصص لحظات داون ايه بس ما وصلت للانتحار لسه اكيد ان شاء الله يعني لا وصلت الحبه على تمها ورجعت خلص لا ما لا وصلت الحبه حطيت بتمي ودقيت قال هون انتحرت كثير المراهقين على كل حال يعني قسم كبير منهم بيمرقوا بهيدي الفتره قبل ما تترجلج الشخصيه يعني مزبوط شي مره ندمتي على عدم المشاركه بمسلسل اكيد اكيد احيانا
يعني هو ممكن يكون ندمت نتيجة ظروف ما خلتني صور بهذا المسلسل، فأكيد في كثير مسلسلات مهمة كنت حابة تكون موجودة فيها. هون فينا نسمي؟ هلأ لقلك شغلة، هي مجموعة مسلسلات، ما بدي أظلم مسلسل أو عمل أو حتى أشخاص. بس أكثر مسلسل ندمت عليه؟ اللي ما اشتغلت فيه؟ يعني بعتقد هلأ مشان ما يكون كثير، يعني أنا عم بحكي مع أستاذ نجدة أنزور في آخر مسلسل كنت حابة تكون كتير موجودة، بس للأسف كنت حامل وعندي شغل، هو ثلاثيات. نعم. ثلاثيات الوطن. ملحوقة. شي مرة فكرتي بالهجرة؟ لا لا، بعد ما استقرت بسوريا لا ما عاد فكرتي. شي مرة أبديتي أنت إعجابك بشخص قبل ما هو يأخذ المبادرة؟ يعني هلا بتصير، يعني بس مو شرط انه اعجابي مثلا او حب او غرام، بس انا دائما بحكي عن شخص اذا بحب فيه صفات معينه بحكيها، يعني لا ما نحن عم نحكي بهالحاله بالذات بالحب. بالحب يعني او بالاعجاب الـ الـ لا كلهم بينغرموا فيني فورا، بيقولوا لي بحبك بحبك ما بلحق ما بلحق ما بلحق. لنشوف حظك بالكار يا جاني. شو مكتوب على الكارت؟ شو مكتوب على كارتك؟ مين؟ مين مكتوب على كارتك؟ اه بدك تعملي مجنونة؟ اه عفوا مين انتي؟ انا هون بقدم البروجرام. ايوه يلا خليني اقعد بدالي. يا ريت امي امي والله امي جاي عمالي تسافر لي شي جمعتين. هو مزبوط مجنون اللي بده يجي محلها. قال ما عاد قال بدك هالغنية. أكثر شيء مجنونة؟ وقتها أنا بيكون عندي موعد ومونا ما عم تخليني أمشي. بلاش الجن. مشان هيك وتحاشيا لأي اضطرابات بالاستوديو حديث البلا. ولأنه معقول تطلع بميشيل، ما أنه الأقربون أولى. يعني هو معقول بحب أنها تطلع بميشيل. بقى ماشي دياء، شكرا كثير لانك خصيتينا بهالاستضافه الليله. ميشا الله يخليكم لبعضكم انتم وميرا والوالده والاحفاد الثمانيه يا رب. والعصابات والعصابات كلياتها. شكرا كثير لتواجدكم معنا الليله، وقبل ما نشوفكم بحلقه